بقدم لكم نفسي الفنانة التشكيلية زينب الجبوري، عضوة في نقابة الفنانين. حبيت أسوي هاي المبادرة نشاط للأطفال من خلال بين فترة وفترة حب أسوي دورات للأطفال يجون يتعلمون أساسيات الرسم ويعني يطلعون من حالة أنه البيت والدراسة والهاي. هاي الدورات تضمن أساسيات الرسم وتختلف طبعا حسب الأعمار، حسب مستوى الطفل يعني بالرسم. أكو أطفال مبتدئين، أكو متوسط مستواهم، أكو متقدم، فأسوي لهم الدورات حسب اللي يعني اللي يحتاجوهم ما يتعلموا. وأكثر شيء أحب تكون ترفيهية للطفل، يعني بعيدة يعني عن الدراسة والضغوطات والقعدة البيت، خاصة بالعطل يعني هسه مدارس وأكو تغيير بالجو. الهدف من هاي الدورات أنه أنشر الثقافة الفنية للأطفال، مو بس حتى يتعلمون الأطفال الرسم، أنا أريدهم يتعلمون أنه يعبرون عن نفسهم من خلال الرسم وتطلع هواياتهم. جاي أشوف هواي أطفال يكونون قريبين من التلفونات والآيبادات والهاي، فهواي أطفال يجوا لي بأعمار الروضة أنه أشوفهم قريبين من التوحد، لذلك أحاول أسوي هاي الدورات حتى أبعدهم عن الموبايل حتى ما يتعرضون لهاي الأمراض النفسية. إقبال الأهل كان كلش حلو، فاجأني يعني أحيانًا أسوي دورات أعلن عنها ألقي أعداد كلش كبيرة أكثر من المتوقعته، فالأهل يحبون يودون أطفالهم حتى يشوفون مواهبهم. يعني هواي أطفال صاروا كانوا ما يعرفون يرسمون صار رسمهم كلش حلو، هواي أطفال صارت عندهم اهتمامات، هواي أطفال ظلوا يبعدون عن التلفزيون وهاي الأشياء صارت عندهم اهتمامات حلوة مثل الرسم وظهرت مواهبهم، فهذا الشيء كلش حلو. جاي أشوف أنه نشر الثقافة حاليا جدا مهم، لأن حتى نبعد الأطفال عن الأشياء الموجودة بالموبايل وعن البرامج الحديثة اللي ظلت تظهر تخرب عقول الأطفال. فمن واجبنا إحنا كفنانين حتى ما نفكر أنه شنو راح نحصل أو فد شيء، نفكر لازم أنه شلون ننشر الوعي، بصمة الوعي، البصمة الثقافية، لأن الفن هو رسالة. لازم أنا أجي أقدم رسالتي من خلال أنه أخلي الموهبة عند الأطفال، مو شرط تخليهم باكر عقب يصيرون فنانين، لا، تبعدهم عن الظواهر السلبية، عن المشاكل النفسية، عن الضغوطات، عن العزلة، عن مثل أكو أطفال يصير عندهم رهاب اجتماعي مثل، أو أطفال تكون عندهم فرط حركة أو هاي الأمور. فالرسم تخلي الطفل يكون هادئ بطريقة حلوة وذكية، أنه مو منعزل وإنما يظهر أفكاره، يظهر مواهبه.